على الشباب بعدها نشوفه، يعني اذا كان نقدر نستمر في خطوه ثانيه نقدر ناخذ خطوه ثانيه فمش حيكون ما كويس. ولكن عندي ممكن تعقيب بسيط له علاقه بكنا ندرس فيه مع الشباب في بعض المصطلحات اللي مفروض يكون في لها تعريف لها، خاصه في الماده الاولى. غالبا معظم الوثائق او القوانين في اللائحه الاولى او في الماده الاولى فيها تعريفات من هم الشباب. هذا اول مفروض سؤال نحن المفروض نجاوب عليه، من هم الشباب، اعمارهم، كم من رينج العمر اللي نحكوا عليه. فهذينا حاجات تعريفيه كويسه. بتروا على 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 مواضيع ثانيه لها علاقه بالرقم الاداري وغيره، هذول الليبيين حتى هم من فئات مختلفه من طوائف المجتمع او اطياف، مش نقول طوائف نقول اطياف. احنا مجتمع فسيفسائي الليبي، فنتمنى ان الفسيفساء هذه كلها تاخذ حقوقها، لان لو فئه قاعده مستضعفه ومهضومه فانت تحكي على حقوق فئه معينه، معناها والفئه الاخرى انت بتهمشها. فاحنا قاعدين في الحقوق استاذ، نعرف موضوع الجنسيه حساس جدا وعنده قانون، لكن ما فيش باس ان نضغط لتغيير هذا القانون او تعديله. عمر الهوني، عضو في المركز الطلابي. طبعا بالنسبة لوثيقة الشباب، هذه الوثيقة تعتبر هي أول وثيقة في تاريخ ليبيا تضمن حق الشباب. الفكرة متاع الوثيقة كانت من سنة 2021 لما قمنا بملتقى طلابي كبير كان في فندق ريدسون بلو بالشراكة مع المجلس الرئاسي وبحضور رئيس الوحدة الحكومة الوطنية. كانت فيه ملتقى، المخرجات أحد مخرجات هذا الملتقى هي هذه الوثيقة. فتوى الحمد لله قدرنا نرجع بعد سنتين مع منظمة ممكن ووزارة الشباب وأن نطلع بالوثيقة. هي حيكون في هلبة جلسات لهذه الوثيقة. أول جلسة اللي هي اليوم، هذه الجلسة الافتتاحية اللي كانت في مدينة طرابلس، ومن بعدها تبدأ تباعا في باقي مدن ليبيا. فنسأل الله أن يوفقنا وأن نقدر نكمل الوثيقة هذه وتضمن فعلا حقوق الشباب. مادة بالتحديد متنوعات المواد، هي منهم اللي لها علاقة بحرية التنقل، حرية التعبير، تكوين الأسرة وغيرها من المواضيع. فالسبعة وعشرين مادة هذه اليوم القرار ليكم، هل تبقى على وضعها اللي هي فيه كوثيقة أو يصير فيها تعديلات، يصير فيها إضافات. احنا نبغى نسمع صوتكم اليوم ونبغى ناخذ آراءكم، لأن هي يلي بيكون لها الفضل الكبير في الطريقة النهائية اللي بتطلع لها بها الوثيقة. يعني في حالة في إن أي أخطاء نقدر نقوله أو غيره، فإحنا اللي نتحمل المسؤولية لأن هي طالعة منا. وفي حال إن الأمور تمام وكانت مباركة عند الجميع، فهذا برضو نتاج لمجهوداتنا كلنا. بطريقة عايشة ليبية غير الأب أجنبي بس، وفي ناس تاني زي ما قال الأستاذ عايشين معنا فوق 10 سنين وفوق 20 سنة، يتكلم ليبي أحسن مني ويحب ليبي ممكن أكثر مني، أم أبوها جانب الزوز يعني شوفوا فاهم، يعني السوريين وصار والسودانيين يعني من جميع الجنسيات. وتتفاجئ لما يقول لك انا جنسيتي اجنبيه، يعني ماذا بينا تكون احنا لو تطلع الوثيقه تكون اكثر شموليه، تكون اكثر كامله. يعني الوثيقه هذه حتكون شامله وخاصه بجميع الشباب من مختلف المدن والبلديات. فبعد الخطوات وعديد من الاجتماعات اللي قامتها اللجنه هذه، قررنا بعدها ندير تدريب تي في تي، تدريب مدربين ليجمع شباب من مختلف المدن. التدريب هذا ساعد في ان احنا باش نبدو نديروا جلساتنا الحواريه، وزي ما قلت لكم الجلسه هذه الحواريه الجلسه الاولى. طبعا اعتقد هذه الفرصه الاولى الكويسه ان احنا نعرضوا فيها او نتكلموا على اللجنه واعضائها. مهندس ليتني، رئيس مجلس إدارة المركز الطلابي وعضو في لجنة إعداد وثيقة الشباب الليبي. طبعا الوثيقة هي جت من رؤيتنا ومبدأ رؤيتنا مع منظمة ممكن وكذلك وزارة الشباب، هي أن احنا نبغى ندير وثيقة تضمن حق الشباب في مؤسسات الدولة، وكذلك من باب يعني دعم وتعزيز قدرات الشباب ومساعدتهم وخلق فرص لهم يعني لمشاركتهم سواء سياسية أو اجتماعية والتنموية يعني بصفة عامة. طبعا هو في عدة حقوق، احنا ما نمدرجين بندير جلسات حواريه على مستوى المدن الليبيه بنشبق فيها يعني اراء الشباب. يعني طبعا احنا بنستهدفوا عده فئات من المجتمع وبشكل اساسي الشباب، يعني ونبغى نعرفوا منهم يعني شن هي او بنسمع منهم
وناخذ منهم توصيات، يعني شنو هي الحقوق الواجب او المفترض انها هي تتوفر في الوثيقه هي اللي هي وثيقه الشباب الليبي. مروه سعيد الباروني، المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب ورئيس لجنه اعداد وثيقه الشباب الليبي. وثيقه الشباب الليبي هي عباره عن الوثيقه الاساسيه اللي تعزز كل الحقوق المتعلقه بالشباب الليبي، بالاضافه الى انها عباره عن تجميع لكل متطلبات وقضايا الشباب في سبيل عرضها على صناع القرار في ليبيا وعلى راسهم رئاسه الحكومه، وذلك للتصديق عليها واقرارها من قبلهم. الاقرار هذا طبعا حيكون إما في شكل قرار أو في شكل يعني تشريع، ويعتبر هذا الإقرار أو القرار هو إقرار من صناع القرار هادو أو من الحكومة على أن الشباب قادرين على المشاركة في مختلف جوانب الحياة، بالإضافة على قدرتهم على المساهمة في صنع القرار والتنمية داخل الدولة. أي أن هذه الوثيقة كأول مبادرة في ليبيا تجمع آراء كل الشباب في سبيل يعني طرح في مختلف السياسات الحكومية.